البوابة الأخيرة الاستعداد. إذن سيداتي أنساتي وسادتي تتابعون تاسع انطلاقات هذه الأمسية على مسافة 2400 متر سباق توازن من 35 فادنا لعمر الثلاث سنوات فأكثر بمشاركة 15 اسم في هذا الشوط، والتوفيق للجميع متابعينا الكرام. الصدارة منذ البداية تذهب لصالح كامبولينا وبشعار إبراهيم راشد سندقيت عبد الرحيم جاسم في القيادة، جعفر رضي في الإشراف والتدريب، وكذلك المرافقة تأتينا من لايرا وبشعار سيد هادي حبيب مرسلي، وكذلك حسين أصغر في القيادة، علي عبد المجيد في الإشراف والتدريب والمرافقة والمتابعة من خلفهم تماما تأتينا لصالح أحد الشعارات على ما يبدو الآن الريسينج بريف يتواجد، وكذلك التقدم من طلقة تتواجد طلقة متابعين الكرام مع إبراهيم نادر وبشعار الصافنات ريسينج في وسط المجموعة، ومن الجهة الداخلية التواجد للشعار الأحمر النادر كذلك يتواجد، ولكن نعود للصدارة والمتصدر حتى الآن. الصدارة المميز المختار هو من اختار الصدارة حتى هذه اللحظات، وبشعار عبد الهادي مرسي علي عبد الهادي مرسلي وأحمد مكي في القيادة، وجعفر دروي في الإشراف والتدريب، ومن خلف الجميع يترقب ويسير بأرياحية تامة. هنا أتابع عبد الرحيم جاسم مع كامبولينا وبشعار إبراهيم راشد سندقيت، والتقدم من لايرا مع حسين أصغر، التقدم متابعين الكرام، ومن الجهة الخارجية الحضور من لايرا لازال، والتقدم في هذه اللحظات وبشعار جعفر مرزوق مزاحم بدأ يتقدم مع روزي قاسب وجعفر مرزوق في الإشراف والتدريب. هنا التقدم المميز، التقدم الرائع والتبادل السريع في المراكز، لايرا تخطف الصدارة على حساب الجميع، ومزاحم بدأ يتقدم من خلفها تماما. وأتابع كذلك متابعينا الكرام طلقة تأتينا مع من مع النائلة في هذه اللحظات خطوة بخطوة، والتقدم لا زال، ولكن تبقى الأمور لايرا متابعينا الكرام، والتقدم من بريف هارت والحضور والمرور والعبور جدلة، وبشعار ريان أنت كيان ريسينج الشعار الأصفر يا مارشلز يا عادل عبد الله، التقدم الاندفاع وفي السرعة الارتفاع والحضور كذلك من جورج في هذه اللحظات. جورج بدأ يتقدم، ولكن جدلة حتى الآن، جدلة حتى الآن تسيطر سيطرة جميلة ورائعة، ولكن جورج وجدلة يا جدلة يا جدلة يا جدلة إلى الانتصار. وبشعار ريان أنت كيان ريسينج مارشلز ياريس كان في القيادة، وعادل عبد الله في الإشراف والتدريب. إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، جدلة صاحبة الصدارة، وكذلك الحضور كان من قبل جورج في الأمتار الأخيرة، والمملوك لـ HK ريسينج اندروليوت كان في القيادة، عبد الله كويتي في الإشراف والتدريب. إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء،
بالنسبة عن نتائج الشوط التاسع ذات الانتاج المحلي مسافة 2400 متر كما ذكرنا سبق توازن من 0 إلى 35 المركز الأول جدلة الفرس جدلة ريان أند كيان ريسينج وبقيادة الخيال مارشال سيارس وبتضمير عادل عبد الله المركز الثاني جورج المهر جورج اتش كي ريسينج وبقيادة الخيال أندرو يولت وبتضمير عبد الله كويتي والمركز الثالث النادر لاسطبل الجسمي وبتضمين نادر الجسمي وبقيادة خيال حسن علي. هذه بالنسبة عن نتائج الشوط التاسع قبل الأخير في هذه الأمسية. مشاهدينا الأكارم شفنا التنافس والتحدي لجميع الشعارات وكانت المفاجأة